يا ابني والله انا مصري زي زيك، انا مانيش يهودي يعني، انا مصري. السلام عليكم ورحمة الله، معكم محسن من قناة عيشة في سلام. موضوعنا النهاردة انا مصري، ان المفروض ان احنا كمصريين مع بعض المفروض بنكون اخوات لبعض، المفروض ان احنا بنراعي بعض. لو واحد فينا وقع في مشكلة التاني بيشيله، لو واحد فينا فيه أزمة كلنا بنتكتف عشان نحل الأزمة دي ونبقى ايدينا في ايدين بعض. يعني في ما شاء الله هنا بشوف هنا جروبات وحاجات جميلة جدا برضو، سواء أو أي حد بره بيبقوا في جالية عامة المصرية، ما بيكون في حد مع بعض وتمام وكل حاجة، بس للأسف في أشخاص بشكل منفرد للأسف أولا عملوا لنا سمعة مش كويسة مع الناس بره، وصلوا ان المصري ده ان ممكن ان هو يعني خلاص يعني زي ما بنقولها بلغتنا بيلحس الجزم عشان يوصل اللي هو عايزه. فلو جينا نقسم هنا المصريين بصراحة وفعامة في الغربة هنقسمهم على 4 انواع. نوعين للأسف بيلحسوا الجزم عشان يوصلوا، ونوعين محترمين وكويسين بجد يعني بيراعوا ربنا وناس على خلق عشان ما نظلمش حد. نوعين الاولانيين اللي بيلحسوا الجزم، واحد بيلحس الجزمة عشان يوصل وهيفضل زي ما هو برضه ومش هيوصل. النوع التاني اللي بيلحس الجزم بيفكر ان هو وصل وللأسف بيوصل وبيبقى معاه فلوس او راكب عربية كروزر خلاص نسى الدنيا كلها وبيبدأ يتنطط على المصري اللي زيه، مع العلم ان هو مش طالع بمجهوده، لا ده عمل حاجات يعني مش عايز اقول لفظ مش كويس، يعني ممكن يكون باع اخوه عشان خاطر ان هو يوصل للحاجة اللي هو فيها، بيبيع كرامته عشان يوصل للحاجة اللي هو فيها او للمنصب اللي هو عايز يكون فيه، مش فارق معاه هو ايه او هو نزل في كرامته قد ايه في سبيل ان هو يوصل للمنصب بتاعه. النوعية دي اكتر نوعية هنتكلم عليها النهاردة، لان بصراحة يعني الواحد تعب، احنا في الغربة تعبنا، ما بيأذيناش غير المصري. الغريب لما بيأذينا اهو بنقول عليه غريب، لكن لما يكون مصري ومن دمي وبيأذيني بصراحة ما عدتش عارف اقول ايه، مين اللي هينجدني بعد ربنا اذا ما كانش المصري ينجدني؟ فمش عارف، احنا لو ما وقفناش جنب بعض مين هيقف جنبنا؟ طبعا ربنا موجود سبحانه وتعالى، بس انا بتكلم علينا احنا كبني ادمين كبشر. واحد خلاص المصري وصل بقى مدير خلاص يضيع المصري اللي معاه، مع واحد زميله في الشغل ممكن ما يكونش نفس البوزيشن بتاع الشغل بتاعه وبرضه بيبقى اخد نقره من نقر التاني كأن خلاص هو ده ياخد رزقه. يا جماعة ما حدش بياخد رزق حد، رزقك مكتوب عند ربنا. انت لو عملت كده وقعدت تتقرب للمدير بطرق قذرة دي مش هتوصلك، بالعكس انت يعني انت هتبقى مقرف، انت هتبقى انسان مقرف. في ناس كتير عارفه كويس قوي ان هي منبوذه من الناس كلها، مش فارق عنده في سبيل القرش او الريال اللي بيحط في جيبه. العالم اللي زي دي انا مش عارف تطيق نفسك ازاي بصراحه. يعني ده الجانب اللي بيبقى معاه اللي بيوصل بطريقه مش كويسه. في النوع التاني بتاعه اللي هو للاسف يعني هو اساسا فقير او مرتبه قليل وبرضه بيتنازل وبيتنازل في كرامته مع الانسان اللي بيشتغل معاه وبتقرب للمدير بطرق مش كويسة، لا منه بيوصل ومنه بيأذي الناس التانية. وهو نفس الشخص، مفيش فيه حاجة جديدة هو بيقدمها لنفسه، حتى ما بيعلاش. طب التاني حتى بيعلى حاجة أو بيوصل لمنصب، أنت بتوصل لإيه؟ بتكسب إيه؟ بس هو مسألة حقد إن أنا مش عايز الإنسان ده يوصل. حرام عليكم تقول لا فينا. إحنا بني آدمين. رسالة بوجهها بجد لكل مصري متعجرف. إحنا في الأول وفي الآخر مصريين. واحنا عامة ككرامة احنا كرامة زي اي حد، سواء في اوروبا في امريكا في الخليج في اي حتة، انت مصر ليك كرامتك، بلاش تضيع كرامتك. بتضيع كرامتك عشان ايه؟ رزقك ربنا كاتبهولك ايا كان، تتنازل ليه في كرامتك؟ ليه تأذي اخوك المصري في الغربة؟ هتستفاد ايه؟ هتقرب للمدير؟ ربنا مش هيبارك لك، بتأكل ولادك حرام، هل ده هيرضيك؟ دول النوعية اللي ربنا يعافينا ما نكونش منهم،
ويا رب ربنا يهديهم، الواحد بيدعي لهم ربنا يهديهم في الاثنين نوعيتين التانيين اللي فعلا الناس اللي على خلق وساينه كرامتها، سواء اذا كان براتب قليل او براتب كبير، بس بتلاقيه له قيمته. المصري المحترم فعلا محترم بيبقى له قيمته، بتعمل له الف حساب سواء بيشتغل في منصب كبير او منصب صغير. انت اللي بتحط نفسك كرامتك، الناس دي لما بشوفها بتشرفني، لكن الانسان النوعيه الثانيه لما بشوفها بتعرني، انا بتكسف ساعتها ان انا اقول انها مصري لما بشوف عينه من الاشكال دي. بالله عليكم، بالله عليكم، احنا مصريين مع بعض، خلينا اخوات مع بعض. المفروض احنا لما كل واحد فينا مجروح التاني بيضبفوه، بيضم جرحه، بيراعيه، مش يقعد يزود في جرحه اكتر. هتستفيد ايه لما تاخد مكانه؟ مش فكرش ان ربنا هيبارك لك. انا مش فاهم احنا لغايه امتى هنقعد ناكل في بعض، سواء في غربه او في بلدك. حرام، احنا بقينا وصلنا ان احنا مرحله ان احنا في احتلال مننا فينا. الناس كلها بتقعد تشتكي بره ان في بلد محتلهم، احنا بقينا احنا البني ادم بيحتل البني ادم. بقى نظام حكم النفس، ناس مريضه. الناس الاشكال اللي انا بحكي عليها اللي هي مش طبيعيه دي فعلا ناس مريضه، يا ريت تتعالجوا. انتوا لازم تروحوا تتعالجوا، انتوا فيكم حاجه مش طبيعيه. اوعى تفكر ان انت طبيعي. المصيبه الاكبر لما يكون كمان بيقول لك انا بصلي وبصوم، فين الصلاه والصوم اللي انت بتعمل بيهم؟ الصلاه والصوم ربنا ما قالكش تصلي وتصوم وتنسى دينك وتنسى معاملتك للناس. بكلم الكلام ده من امثله كتير شايفها قدامي بجد تحرق الدم. ابقى اشوف هنا سواء هنود او فلبينيين او اي جنسيه تانية او بنجاليين، واحد فيهم لما بيقع في ورطه كله بيتلم حتى لو ما يعرفوش. هنا المصري الى ما رحم ربي طبعا يعني ما بضيعش حق الناس المصريين كويسين، في ناس كويسين جدا ومحترمين، بس للاسف في غالبيه ما يعلم بها الا ربنا. يا جماعه الانسان اللي زي كده يا ريت يراجع نفسه وربنا يهديه. وانت مش هو الانسان اللي معاك ده مش هياخد رزقك، كل واحد ربنا كاتب له رزقه. اتقوا الله فينا واتقوا الله في نفسكم عشان ربنا يكرمنا ان شاء الله والدنيا تمشي، العمليه ما عادتش ناقصه. انا اسف اني انفعلت في الفيديو، بس بصراحه يعني من حاجات كتير شافها الواحد على مدار السنين اللي فاتت، امثله كتير الواحد شافها، حاجات ظلم بيقع على ناس ملهاش ذنب. يا جماعه بالله عليكم رجعوا لربنا وربنا يهديكم، واللي بيعمل حاجه زي كده يا ريت يرجع نفسه الف مره. لو ربنا كرمك دلوقتي في لحظه والله ربنا بيخسف بيك الارض. وشفت الامثله دي، ناس كانت بتاخد مرتبات قد كده ومره واحده اتكنسلت، وبقى للاسف مالوش قيمه. بقى للاسف مالوش قيمه. فكر في اللحظه دي، ربنا ما بيسيبش الحال، الحال ما بيبقاش دايم. في لحظه الدنيا بتتبدل، اللي انت بتاذيه هيجي في يوم وهيبقى هو فوقك، وبرضه هيجي برضه نواب تربيته هيرحمك، بس انت ساعتها هيبقى شكلك قدام نفسك. يا ريت تراجعوا نفسكم. انا اسف للمره الثانيه على انفعالي او على اي لفظ قلته مش كويس. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، واذا عجبكم يا ريت شير ولايك وسبسكرايب. اتمنى لكم يوم سعيد ان شاء الله. السلام عليكم.